دكتور إيهاب، آخر سؤال وأنا عارف إن أنا أطلت عليك وأسألك السؤال دوت بصيغتك الإعلامية يعني وصفتك الإعلامية. أنت بطبيعة عملك الإعلامي تتعرض أحيانا للانتقاد، تتعرض للهجوم، حتى عملك اتحاد كرة برضو يخليك تتعرض للانتقاد لهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي. في حياتك الطبيعية بتتعامل مع هذا الأمر إزاي؟ هل لا تقبل النقد، لا تقبل الهجوم، ولا بتتقبله؟ أقبل النقد ولا أقبل التجريح عظيم والإهانة. انقدني كما تشاء في أمور فنية، في عدم دراية بأمر ما، لكن إذا كان الأمر يتعلق بنزاهة اليد وبالسمعة وبالشرف هذا لا أقبله تماما. تمام عظيم. لأن ده الحاجتين اللي الإنسان بيملكهم ويقدر يدافع عنهم بكل ما لديه من قوة. صحيح. يعني أنا موجود داخل الاتحاد المصري، لا أقبل إن واحد يجي في يوم من الأيام يقول لي أنا مثلا تربحت من الاتحاد المصري، واللي يكون عنده حاجة من دي أقول له لا، مش وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا، ده أنت على نائب العام مباشرة أقول له في هذه الحالة، فهذا لا أقبله. لكن أتقبل زي ما قلت لك يا كريم النقد، ولكن في مساحة أن الخلاف في الرأي لا يفسد الود القضية. طب لو جات لك، لو جات لك، اتفضل، لو جات لك، ولكن زي ما بقول لك يعني انقدني كما تشاء دون تجريح ودون إهانة. دكتور إيهاب، لو جات لك رسالة، جات لك تعليق في مثلا انتقاد دون تجريح، بتتعامل معاه ازاي؟ يعني ده ياما يعني الواحد يا كريم والله بجد العمل العام ما كنتش اتوقع اللي هو بالصعوبه دي صدقني اطلاقا. يعني اللي ايده في الميه ايده في النار زي ما بيقولوا. لما بتدخل في المعترك ده عمرك ما هترضي الناس كلها، والناس عمرها ما بتجمع على انسان. تمام. يعني سبحان الله، تقولوا على الله سبحانه وتقولوا، تقولوا على الرسل، فما بالك بالبشر بينهم وبين بعضنا. لكن انا دايما والله بقولها دايما مش مستاهله. خلي دائما يعني طريق اللي انت للرجعه مره ثانيه. يعني ايه؟ او بلاش الفجر في الخصومه زي ما بنقول. خلي الباب مفتوح حتى لو احنا على خلاف، اللي احنا لما نتقابل صح. حتى نلقى على بعض السلام ممكن يبقى فيه رجعه. غير كده انا ما بحبش كده. انا الواحد بحب دايما اعيش في سلام، لكن زي ما قلت لك اذا كان هناك اي نقد بناء والله بنقله للمجلس. والله في امور كثيره جدا بشوف رسائل اقول لهم في فكره جميله جدا الناس بتنقدونا فيها، طب ما نطبقها، لما نشوف ممكن تعمل ايه. مفيش مشكله في ده خالص. يعني الامر بسيط وربنا يهدينا جميعا. يا رب ان شاء الله. انا كنت بسالك السؤال ده في حقيقه الامر عشان اروح لحاجه هي مضايقاني انا شخصيا مهنيا طب. يعني ومضايقه كثير من الناس طب. لماذا الاتحاد المصري لكره القدم، اكبر اتحاد في القاره الافريقيه وفي الوطن العربي واهمهم، قافل التعليقات على السوشيال ميديا ومش عايز الناس تتكلم ومش عايز الناس تقول ومش عايز الناس تقول رايها؟ وده موقف انا بلاحظ انه الناس كتير بتتعلق عليه في السوشيال ميديا. انت بتطلع قرار، سيب الناس تعلق وسيب الناس تقول زي ما هي عايزه، وفي ناس ممكن تفلتر التعليقات لو فيها تجريح او اساءات، وسيب الناس تقول ارائها. عشان انا سمعت منك كل اللي فات دوت عشان اوري الناس كمان عقليه عضو مجلس اداره محترم بيفكر ازاي. مفيش مشكله في الراي بس ما يبقاش فيه تجريح. ايه مشكله اتحاد الكوره انه يسمع اراء الناس على السوشيال ميديا ويشوفها في اي بيان او اي تعليق هو بيقوله؟ كلام جميل وكلام محترم جدا ومنطقي جدا، لكن زي ما انا قلت لك افتح التعليق يوم وخلينا نجرب، خلينا نمشي معاك للنهايه وجرب. شوف للاسف الشديد يعني ايه، هتلاقي 90% تجريح واتهامات باطله و10% بناء. يعني عشان تقعد تفلتر، ده انت عاوز بقى ايه فريق عمل قاعد يفلتر. لان للاسف الشديد دلوقتي ثقافه الاختلاف مش موجوده. يعني ما عادش عندنا ثقافه الاحترام في الاختلاف. يعني ببساطه جدا ثقافه الاحترام في الاختلاف. والله العظيم احنا لو نضمن ان انت تدخل واعمل كل يوم امور فنيه نستفيد فيها في الاتحاد ما فيش اي مشكله خالص. لكن للاسف الشديد اصبح الهجوم الغير مبرر والهجوم بالفاظ للاسف الشديد غير لائقه بالمره هو اللي بقى السمه اللي عندنا. بص يا دكتور إيهاب، ابرزت اسوء ما فينا للاسف. لو تسمح لي للأسف. لو تسمح لي على صفحتك وصفحتي والانديه كمان اللي فتحتها كل الناس، اي عمل عام لابد ان يتم فيه قبول حتى الاساءات. يعني الاساءات بقى من شباب قاعده ورا الكيبورد او على الموبايل وفي تيم بتاع سوشيال ميديا بيشيل الكلام دوت عشان الناس تانية ما تشوفش التجريح. بس اسمع والله مني، ضروري جدا ان اتحاد الكوره يتحمل اي تعليقات، ومش لازم يبص على التعليقات حتى، بس يسيبوا الناس تتنفس حتى لو في بعضهم شباب صغير ممكن يقول كلام مش المفروض يتقال. بس انا بنقل لك راي ناس كتير قوي، انت ممكن تتصور ان الموضوع عادي او صغير،
بس الناس بتعلق على الكلام ده كتير قوي على السوشيال ميديا. هو اتحاد الكوره خايف مننا ليه؟ ما يسيبنا نقول راينا. فكر فيها. انا اوعدك وفكر انا مع التيم وشوف يعني دي هتبقى نقطه مهمه. انا هعرض ده على المجلس بالكامل، ما فيش مشكله ولا غضاضه اطلاقا زي ما انا قلت لك. وانا اول واحد زي ما قلت لك والله بتقبل عارف الراي والراي ما فيش مشكله، وانا هعرض هذا الامر ما فيش اي غضاضه فيه اطلاقا اطلاقا. اشكرك يعني. اشكرك شكرا جزيلا. انا قبل ما اختم بشكرك والله، بكون مستمتع يعني في مداخلات بكون مستمتع فيها، لان الحوار بيكون هادف، بيكون في ثقافه، في لباقه، فانا بحترمك جدا جدا على المستوى الشخصي والمستوى المهني. والقلوب عند بعضها دكتور. بتمنى لك التوفيق ودايما متالق ومن نجاح لنجاح. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. دايما تشرف ودايما تنور. واحد من الشخصيات المحترمه جدا دكتور ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. عفوا، دي نقطه يبدو كأن الموضوع سهل وبسيط، بس موضوع انه اي اخش الاقي اتحاد الكوره مثلا منزل بيان، منزل قائمه منتخب، يا عم عايز اقول كلمتين، عايز اقول اتنفس يعني، اقول اي حاجه. خلاص في العصر اللي احنا فيه ده ما ينفعش تقول لحد ايه ما تخشش تعلق، سيبه يعلق. في تعليقات بتبقى دمها تقيل ووحشه وفيها اساءات وبتضايق جدا، ويصعب عليك ان انت كمان انت وانت داخل تعلق انك تشوفها، يعني في تفاصيل كتير، بس دي حياتنا دلوقتي. فلتر وشيل، ويبقى في تيم بتاع السوشيال ميديا وشيل، بس ما تقولش للناس، ما تقولوش رايكم. انت اكنك بتقول لهم ضمنين كده، ما تقولش رايك، انت تقرا بس اللي انا هكتبه وما ما تعلقش. ما هو كده هيعلق في اي مكان تاني، سيبه يعلق معاك، وخليك يعني واثق من قراراتك وتحمل